صباح الخير مشاهدينا، حلقة جديدة تجمعنا معاكم من برنامج شمس البحرين. هاي البرنامج اللي يقدم لكم يوميا باقة متنوعة من الفقرات اللي نتمنى انها تنال على اعجابكم. في البداية بصبح على حمد. صباح الخير. صباح الخير خديجة. يوم جديد، هذه صباح واشراقة جديدة على حياة كل واحد فيكم مشاهدينا، وان اليوم تكون نتمنى تكون بداية جديدة ونجاح وتوفيق يا رب. شنو تقول ومضيتنا اليوم خديجة؟ اليوم وضعتنا حمد تقول: حتى تصل إلى حلمك عليك أن تلغي كلمة مستحيل من قاموسك. شرايك في الممضة؟ والله ممضة حلوة. دائما لما تفشل دائما أوتوماتيكي في بالك أنه خلاص مستحيل أن أنا أوصل لهذا الهدف. يأس، صدق اليأس. فأحيانا تكون واقعي بأنك تقدر، وأحيانا لا، لازم تروح حق هدفك وتكون ما تقول أن في شيء مستحيل. وأنا أعتقد يعني حمد الإنسان اللي قدر أنه هو يتطور ويبني العمارات وناطحات السحاب، هل في شيء مستحيل؟ وصلنا للقمر. وصلنا للقمر. يعني وصلنا للقمر، فما في شيء مستحيل. ما في شيء أكيد. يعني دائما الواحد يطمح للأحسن ويحاول يوصل لهدفه بأي طريقة. أكيد حمد. عودة لكم من بعد الفاصل. جائحة كورونا لها تأثير كبير على نفسية الفنانين والإنتاجياتهم الإبداعية، رغم هذه تمكن العديد منهم من مواصلة الرسم والتعبير عن فنهم وإبداعهم بطريقتهم الخاصة. نعم حمد، والحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا في الاستديو الفنانة التشكيلية فاطمة حسن. صباح الخير فاطمة. صباح النور. هلا مرحبا، نورتنا. الله نور. الله بارك علينا وعليك. طبعا في البداية فاطمة، شلون نقول إن ذي الشخص هو فنان تشكيلي حقيقي؟ هو في تحت مسمى فنان تشكيلي، يعني هذه تندرج تحت، يعني تتفرع، يعني مو يعني الفن مدارس متعددة. في صح. الفن التشكيلي، الواقعي، التجريلي، يعني ما أحط الفنانين تحت مسميات. يعني كل واحد يقدر يعبر عن ذاته وبنفسه، وممكن هو يعني يغير ستايله في أي وقت. يعني في ناس لهم يعني مسميات معينة، ولكن عن نفسي ما أحب أسمي الفنانين تحت معينات، فهذا الشيء يعني اللي أنا أقدر فيه الفنانين عن نفسي. يعني. أي صح. نعم فاطمة، أنت مدرب معتمد، كلميني شلون أو ليش حاولت أنك تتخصصين في هذا المجال، بما أنه هو مجال يمكن مو الكل يتجه له، فشنو الشيء اللي خلاك قلتي لا راح أتجه لهذا المجال؟ شوف، أنا في داخلي يعني أقول أن الناس كلها تعرف ترسم، يعني عندي اعتقاد أن الناس كلها تعرف ترسم. أنتوا ما كنتوا تكتبون أسماءكم، انتوا كنتوا ترسمون الحروف، وكلنا كنا نرسم الحروف اللي نشوفها او الاشكال. صح. اللي نشوفها ونقعد نسوي نفسها. فاوريدي هاي اللي انا اشوفها في كل الناس، ان عندهم قدره ان هم يرسمون. في امل يعني؟ اكيد. أنا في امل. انا فاقد الامل. لا، انا اشوف ان كل واحد عنده امل. وبعدين 30% فقط هو طريق في الموهبه. يعني اذا كنت انت موهوب تحتاج 30% فقط ان انت يعني ان تجتز بس 30% من الطريق. ولكن بشكل عام ان اغلب الرسامين لازم يكون عندهم شيء اسمه ذاكره العضلات، يعني لازم ايدك تتذكر، لازم يكون عندكم تغذيه بصريه اكثر، لازم تتمرنون، وهي اكتساب مهارات مثل اي شيء. يعني الواحد لازم يكتسب مهارات 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 يتعلمها، وفي على حسب ميولك انت. يعني هل انت تميل للرسم، تبي ترسم، تبي تسوي شيء، عادي تقدر تتعلمها. يعني هذا الشيء يعني مو شيء صعب بالنسبه لي. يعني فاطمه، انا احس ان الرسام نفس العازف، يعني العازف يمتلك إذن موسيقية، الرسام شنو لازم يمتلك؟ لازم يشوف عيونه تشوف الجمال. يعني لازم عيونك تميز الأشياء اللي قدامها. يعني أنت ممكن تشوفين هذا الشيء اللي قدام، الشيء بسيط محطوط وخلاص، بس أنا أشوف فيه ظل، فيه نور، فيه ممكن أن أقرب أزيد، فيه تفاصيل، فيه أشياء ممكن أن أعكس عليها الشيء. وهذا الشيء اللي يخلي الواحد يعني يفرق بين الرسام يعني بين الرسام وبين الشخص العادي، ينظر للأشياء بشكل بطريقة مختلفة، بطريقة فنية. نعم. التأمل أكثر، إن الواحد يشوف شنو هو يعني قاعد يشوف في الحياة. يعني يبي يسوي كل تفصيل جميل في الحياة ويطبقه في عنده في ورقته. نعم. سواء كان واقعي أو من خياله. يعني لما أنت تتخيلين وتروحين فين وتجين تطبقين الأشياء اللي تشوفينها في عقلك وتجين تحطينها في الورقة، هذا أيضا أحس أنه على ما قلتين نوع من القدرة اللي يمتلكها الرسامين. نعم. فاطمة، يمكن ما يحضرني اسم الفنان، في فنان حضر معانا هني وتكلم على موضوع، نقطة مهمة يمكن بسألك عنها. اللي هي موضوع أن الرسام
هو الشخص هذيك ما كان لا من صغير يرسم ولا كان دارس، صح. فكان عنده بدا متاخر، أيوه. وما كان يدري ان عنده هاي الموهبه، صح. وبدا هو يرسم بروحه من الفيديوهات في اليوتيوب وغيره، أيوه. وصار فنان بعدها وصار رسام. فهل شنو الفرق في هذا الشيء؟ كلميني عن واحد يرسم من هو صغير وشخص اكتشف موهبته متاخر. أكيد. من الناس يمكن اللي يسمعونا الحين في ناس تحب ترسم، إيه إيه ممكن انك ممكن انه يعني يكتشف موهبته متاخر. طبعا من متدربيني ايضا ناس واجد تدربوا من الصفر، رغم انهم يقولون احنا شلون ما عندنا احساس ان كنا بنرسم اصلا، يعني يجون يقولون لا هل نقدر، مثل ما قالت هل نقدر، هل في امل ان انا ارسم؟ اي حط الورقه قدامك واسمع التعليمات بالتدريب. مثل ما قلت لك هي مجرد مهارات، في طبعا فرق بين انت واني وهي يعني في الطريقه، ولكن في مقياس ان انت لو بغيت الشيء بتتعلمه. خليني اراويك شيء من بعض يعني واحد من الدروس اللي نقدمها في التدريب. مثلا عندك هني ها رسم البورتري، ما شاء الله، يعني ناس واجد يحبون يعني يرسمون البورتري، رغم ان يعني الرسم الواقعي متشعب يعني في اللي هو طبيعه صامته وفي الطبيعه الحيه في امور واجد، ولكن ناس واجد يحبون البورتري. فلما نجي بنرسم البورتري انا اجي اشرح للمتدربين او اللي حابين يتعلمون شلون قاعدين يرسمون بالتدريج، شلون يرسم العين وشلون يرسم الانف وشلون يرسم الفم، وبعدين مو في مو كامل احطهم هني، كل واحد بروحه بعدين نجمعهم كامل ونحطهم في الوجه، بعدين شلون ننسقهم في الوجه، يعني بطريقه كلش بسيطه يعني ان الواحد يقدر يرسم، وكلش مواضيع جدا بسيطه، مجرد ان احنا نحول الاشكال اللي قدامنا الى اشكال هندسيه، نتصور اشكال هندسيه وبعدين نجسد الاشكال الهندسيه ونحولها مثل ما انتم شايفين في كام مستطيل وفي مثلا مثلث وفي يعني شغلات معينه، ومجرد هذه الطريقه يعني بالتوجيه الصحيح، وبعدين تقدر توصل انت لمستوى انت راضي عنه، او بتقول مثل ما قالت هاي الشيء يطلع مني، في ناس تقول هاي الشيء طلع مني وانا يعني سويت هالشيء. ففي هاي يعتمد على يعني التوجيه المدرب ايضا، ان بعدين انت تشوف شنو ميولك، هل انت بالخطوات يعني، أيوة. نفس ما قلتي ترسم كل شيء بروحه بعد ما تركبه بالنسبه لك سهل، بس بالنسبه للناس اللي طالع ترى وايد صعب. بتسهل عليكم يعني، شوف مثلا الحين هاي مثلا في تركيب الوجه وبعدين بنتقل للتظليل، في ناس يقول لا والله انا ما احب ارسم بالابيض والاسود، على فكره هاي بالفحم. ما في ناس، في ناس يقول لا ما انا اقول لا ابدا بالابيض والاسود. ليش؟ لان الابيض والاسود هما الوان اساسيه، بعدين انت لما بتجي بتلون بتعرف ان المكان الغامق بيكون يعني مثلا من الاماكن الغامقه وتبدا من الاسود والاماكن البيضاء وهكذا يعني تدريج الالوان، فانت لازم تبدا في الاساسيات، فاذا انت حاب بعدين تعرف شنو بيصير لازم تشوف يعني شنو اساسياتك وشنو تبي تسوي. زين فاطمه انا اشوف مو بس رسم، مكياج هو تقريبا تقدرين تقولين اي يعني انت تحبين تمكيجين لج في هاي الميول ولا بس تمكيجين الصور؟ هو شوفي مثل ما انت قلتي شفتي شلون راح تسهل على شلون انت تعرفين للمكياج، لان مثل الشيء بتحفظين تقاسيم الوجه. عندي في الدروس لازم اول شيء ارجع على تشريح الوجه، مثل ما قلتين يعني ان الكونتور لما تروحين بتشوفين الخد والعين والاشياء هذه كامل في المكياج. نفس الشيء لما انت بتجي ترسم بتشوف ان تقسيم الوجه تشريح تقسيم الجمجمه، يعني نشرح شلون الجمجمه صايره شنو عندنا، خل عندك تصور المس نفسك، شوف وجهك في المنظره كل يوم بتعرف انت تقدر، بتحس ان ايدك بتقدر ترسم هالشيء، لان عيونك تشوف وعقلك راح يترجم ان انت تطبق الشيء اللي قدامك، مثل الكتابه مثل الخطاطين ومثل اي شيء، وكل شيء بالنسبه لي قابل للتعليم، يعني كل شيء قابل الاكتساب اذا انت كان عندك هاي الرغبه. فاطمه سالناك شنو يعني تبي معك احسن لوحه عندك او قريبه من قلبك، ويبتي هذه اللوحه خلينا نتكلم عنها. لوحه الحصان هذه يعني واجد مثل ما قلت قريبه من قلبي، لان كنت ابي اشارك فيها في معرض في دبي، سبب جائحه كورونا اجلت لنا كل شيء يعني، فهاي السبب. وانا احب رسم الحصان بشكل عام، هو قريب جدا من رسم الانسان كبورتري، يعني ما بقول لك انه اوكي وجه الانسان غير عن وجه الحصان، ولكن عيون الحصان قريبه جدا من عين الانسان. بتجي لما بتجي بتشوف ان في فرق في تقسيم وجه الحصان عن اي وجه عن اي حيوانات اخرى، يعني مثلا اللي هو الاسود والنمور في فرق يعني، فانا احس انه بقرب للحصان من هاي الناحيه. قد وقت خذالك في هذه اللوحه؟ يمكن اسبوعين.
اسبوعين ها في هاللغه ايش قد ما شاء الله على المتواصل يعني ياخذ لك وقت دائما هذا شيء طبيعي يعني اسبوعين في لوحه واحده اي على هاي بعد بالنسبه لهذه اللوحه يمكن قليل لان في لوحات تاخذ وقت اكثر لان على حجم اللوحه ايضا وعندك تفاصيل لازم تطلع ولما بتقرب بتشوف تفاصيل اللي هو شعر الحصان والعين ولمعه العين والشغلات اللي في هذه كامل فهذا من كذي يعني اخذ وقت وبعدين في لايرز يعني وهاي بعد بالشاركل فيعني لازم انه يكون فيها تفاصيل اكثر وانا احب احط التفاصيل في رسماتي يعني حلو كان عمل متواصل يعني ليل بنهار ولا يعني ساعة ساعتين في اليوم يعني شوفي لا مو عمل يعني مو بقعد كل يوم كل يوم كل يوم الصبح لليل لا ولكن يعني في أوقات متقطعة ولكن تأخذ يعني مثلا في يوم خلت مني 8 ساعات في يوم خلت مني 4 ساعات في يوم يعني أكيد بيكون متقطع ما بنقع من الصبح لليل نرسم فبهاي الطريقة فاطمة الحين يعني. أغلب الفنانين دائما يسوقون فنهم من خلال السوشيال ميديا وبعدين يمكن شركة من الشركات تكتشف موهبتك ممكن تستخدم بعض اللوحات اللي انت تسوينها فش قد هاي فادتك اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي في ان هي تعطي انطلاقة حق مسيرتك وحق فنك طبعا مثل ما انت قلت اساسا هو اللي بدأ التسويق فيه الانستغرام يعني مثل ما انت قلت يعني السوشيال ميديا جدا شيء اختصر على الناس واجد امور يعني صح. قبل كنت انتظر انه يعني ما ادري ما وصلت لهذا الزمان ولكن كانوا يحطون اعلانات في الجريده والناس اللي تشتري الجريده كانت الحين لا عند كل الناس يعني ان انت تقدر توصل لكل الناس بالهاي بالانستغرام يعني مجرد انك تحط اعمالك هذه بتكون كانه بروفايل مالك كانه انت تتكلم عن نفسك والناس صارت تحب هاي الشيء وبعض الناس تشوف فعلا ان ده الشيء ممكن ان انا اقتني ناس قبل كانت تقول مثلا ما اعرف ان كان تقول انه صعب ان انا تكون عندي لوحه مثلا قمت لا انا عن نفسي احب اتساهل مع الناس كلش ان كل واحد مثل ما قلت لكم يقدر يرسم وكل واحد يقدر ايضا يقتني رسمه يعني يقدر يقتني انت صورتك والله انت صورتك شوف بشكل كلش بسيط لان انا احب ارسم فما راح يصعب علي ان اعطيك رسمه وما اعطيش رسمه وهاي الشيء يعني حلو طبعا من وقت الفنان ولكن بشكل عام ان الناس تحب ان تكون عندها شيء يرمز لها ولنفسها حلو ان انت تكون عندك رسمه شخصيه من بورتري والله من شيء انت تحبه والله تهدي احد ايضا رسمه هذا الشيء واجد ياثر في الناس لانه هو عامه الرسم من روحك يعني انت قاعد تحط شيء يعني ليش يكون للرسم شغله مميزه هو مو شيء مصنوع فقط من مواد هو انت من هو مقتص من وقت الفنان وايضا من روحه يعني هو قاعد يحط مزاجه وكل شيء قاعد يحس فيه في هاي الورقه يعني مو شيء عادي فانت كانك لما تهدي احد هاي الشيء قاعد تروي اي كثر انت مهتم فيه كثر التفاصيل اللي في الرسمه او انت مجرد ان انت فكرت ان انت رحت رسمته يعني هذا الشيء واجد حلو الناس تستانس عليه تشوف هذا الشيء في الناس يعني انتوا تستانسون لو كان عندكم رسمه اكيد 100% الشيء اللي حلو فيه الشيء الابداعي يعني مثل مثل ملحن لما يلحن شيء بالنسبه له هذا شيء مميز ليش لانه ما في لحن مثله من قبل استوى صح فبالنسبه له هو شيء ابداعي ابدع في شيء فهذه صراحه اكثر شيء يخليك مرتاح داخليا ويخليك تواصل في حياتك سواء اذا انت تبدع تنتج تسوي اي شيء في يعني موهبه بالضبط فالشيء الحلو ان انت شيء في بالك رسمه هي اصلا في مخك موجوده بس مجرد انت ترجمتيها على الواقع صح فكلمينا عن رده فعل الناس سواء تكلمنا عن السوشيال ميديا ايوه كلميني فاطمه عن يمكن رده فعل الناس لما تسوين رسمه وتشوفين رده فعلهم قد هذه وانتج أكيد طبيعي ما في أحد ما يستانس بمدح الآخرين يعني أن أنت لما تمدح أي أحد في أي شيء في الحياة يعني مجرد أن أنت تقول له عطرك حلو بيستانس فما بالك تقول له العمل اللي أنت قدمته وصنعته إيدك شيء حلو يعني هذا الشيء واجد أكيد يرجع للإنسان المديح يرجع للإنسان بطاقة إيجابية طبعاً وحاول إنه يراوي الناس أيضاً إنه أوه عندكم تقبل فأكيد راح أرويكم أكثر علشان أنتوا أيضاً شنو تستانسون وأنا أستانس معكم بشكل عام إنه أكيد دائماً العيون الإنسان تقدر الجمال خاصة لما أنت تحس إن هذا الشيء شلون هذا صنع إنسان وإحنا قاعدين نصوره بالكاميرا والله إحنا قاعدين نسوي شلون إيه قدرة تسوي هذه التفاصيل وهذه الدقة وهذا الشبه يعني سبحان الخالق اللي عطاه هاي الموهبة يعني وهاي القدرة فأنت أكيد بتستانس إن الناس قاعدة تشوف عطايا ربك إليك وهذا أكيد بتتباهى فيه يعني الحمد لله رب العالمين فاطمة أمسى عيني على القلم والدفتر أيوة أقول يعني ما بترسم لنا شيء على الهواء نشوف شيء مثلاً تبي نرسم لك يعني الحاجة نشوفها
هو في حاجب ناقص صح؟ تبين اسوي لك الحاجب؟ وانت تسوين الحاجب بسألك عن الدورات اللي تقدمينها. فشنو هي الدورات اللي تقدمينها؟ في العادة يكون في دورات جماعية أو دورات فردية، يعني تقدرين تاخذين دورة خاصة يعني بس أنت تكوني موجودة مع المتدرب مع المدرب يعني بحكم الوضع اللي احنا حين فيه، وأيضا جماعية وتكون يعني بعد تكون في ناس فيها وكذي، فيكون في فرق. في الجماعية يكون على حسب، أنا أحط البرنامج وأقول والله في برنامج رسم بورتريه واللي يبي يسجل يسجل. أما إذا الفردية لا، أجي أركز على المتدرب نفسه وأقول أن تعال سوي لي أول شيء اختبار قدرات، تعال أرسم لي شيء بشوف شنو أنت تقدر ترسم، بعدين على هكذا أكمل يعني أواصل على مستواك أنت، عشان أنا دائما هدفي أن أنقل المتدرب إلى مستوى أفضل، أن أنت توصل إلى شيء أنت تقدر تسوي، أنا أشوف شنو أنت نقاط ضعفك وشنو نقاط قوتك، سواء كنت تعرف ترسم أو ما كنت تعرف ترسم. يعني في ناس ما يعرفون يستخدمون الشاركل، فأنا أروح أركز على استخدامهم للتضليل، أو مثلاً لا ما يعرفون يرسمون ملامح الوجه بس يعرفون يرسمون أشياء ثانية، فأروح أركز على الأشياء اللي هم ما يعرفونها. بشكل عام هذه الطريقة اللي أنا أستخدمها في التدريب، وفي البداية أبدأ دائماً بشيء بشغلات متأكدة أنها بترجع على المتدرب بقدرة، يعني لما يخلص هذا التمرين راح يلاحظ نفسه ان انا شلون سويت هاي الشيء، يعني راح يكون عنده قدرة على انه قدر يفصل وين الظل والنور في الصورة اللي قدامه، سواء كان يطالع صورة او كان من مخه او كان يعني يتخيل انه صعوبة والله شلون ارسم هاي الرسمة بهاي الطريقة، بعدين تسهل عنده، مجرد ان احنا نرسم دائرة ونقسمها نصين ونوجهها ونحركها وتستوي عند الرسمه، بعدين يقول والله اي سهل. هل يحتاج فاطمه يحتاج موهبه عوده عشان انه هو يرسم، ولا ممكن انه يرسم بدون ما يكون عنده موهبه؟ لا مثل ما قلت لك الموهبه مو شيء ضروري بالنسبه لي، يعني لان في ناس مثل ما انت ذكرت الفنان اللي ذكرت عنه هو بس قرر انه هو يمسك القلم وحس انه هو يقدر يعطي، سواء كان فن واقعي او تشكيلي مثل ما قلتون او تجريدي او اي شيء انت كنت تقدر انك تبين هاي الشيء. اي واحد عنده هوايه او اذا واحد ما عنده هوايه لازم يبحث لي عن هوايه، لان الهوايات تخفف دائما اي شيء انت تحس فيه، يعني اللي يكون عندك باب يطلع فيه السلبيات اللي انت عندك، بدل ما انت تروح مثلا تضايق احد او تطلع طاقتك السلبيه في احد. صح، حتى لو كان يعني مو ماخذها بشكل انه هو راح ياخذها ككارير، ممكن انه هو يطلع طاقته من خلال الرسم، الرسم شيء جميل، ممكن انه هو يطلع هذه الطاقه ويبتدي انه هو يمكن يحصل موهبة أو نفس ما قلتي هواية ما كانت عنده موجودة. مثل ما ذكرت هو توجيه أساساً، توجيه الشباب بشكل عام بالذات إلى أن هم ينمون هواياتهم، مثل ما أنت تشوف يعني لو أن تتأخذ الأطفال وتوديهم مثلاً لركوب الخيل أو ممارسة كرة القدم أو هاي الأشياء راح توجههم إلى الشيء الصحيح، وأنت عارف مثل ما أنت قلت السوشيال ميديا والتليفونات خدت كل أوقاتهم سواء أطفال أو كبار. فمن هواية بعد يعني فاطمة هواية وايد زينة في جائحة كورونا، لأن قاعد في البيت زي وتقدر ترسم طول اليوم. أيوة. طيبة عاد مو ترسم على طواف الطواف اي ما انا فلا انا ارسم حتى على الجدران ما عندي مشكله، انا عادي ارسم بس انتم يعني مو تطلعون طاقاتكم على الطوف. اوكي، بس بشكل عام ان هي جدا مفيده ان انت تطلع كل، يعني حتى لو انت تعليمك للرسم مو ان انت تبي تاخذ فيه بزنس، ان انت مثلا تاخذ بورتريت ترسم الناس، او ان انت مو مفكر انك تدش معارض، هو حق نفسك اكتساب مهاره. لما انت تجرب هذا الشيء، ومو خطأ التجربة، الحياة تجارب، لما تجرب وتدخل وتتعلم ان انت شلون ترسم وتاخذ فكرة عن شنو الرسم اساسا، هذا مجرد راح يوصلك الى شيء انت مو متوقع ان انت توصل. تقدر الرسم اكثر بعدين، لان لما تعرف الاسرار راح تقدر. بالضبط، انا اصلا من اهدافي في مسيرتي الفنية إن شاء الله أن أنقل الثقافة الفنية وأرفعها عندنا، يعني لأن عندنا شوية مستوى الثقافة الفنية مثل ما أنت قلت لا يقول لك والله إذا ما يحتاج أنا أروح أرسم رسمتي بروح أصور زين، ما عندك أنت شلون ليش أنا أروح أرسم؟ مثل ما قلت لك هذا الشيء إليه دور واجد كبير أن أنت تحط شيء إلي، يعني في شيء مميز، كل الكاميرات تصور نفس التصوير ولكن ما في رسام يرسم مثل الثاني، حتى لو جبت صورتك، يعني انت لو اعطيتني صورتك ورسمتها مو نفس اذا اعطيتها واحد ثاني راح يرسمك بستايل، حتى لو كانت صوره واحده. صح. حتى لو كانت بالواقعي، يعني حتى لو كانت واقعي، فهذا الشيء اللي لازم نوصل اليه، ان احنا نرفع الثقافه الفنيه في المجتمع عندنا، ولما مثل ما قلت نسهل مواضيع
الرسم لهم ويكون عندك قدرة أن أنت تمسك القلم في أي وقت وتخلي هاي الأطفال أو الكبار أو أي حد يقدر يمسك القلم ويعبر عن نفسه أحسن من يمسك الكاميرا مثلاً ومثلاً يقعد فيها يعني مثلا فيها لها مساوع عيونه والله شيء والله بيزعلون منه ترى اللي يصورون لا لا هاي مجال وهذا مجال عن التليفون يعني عن انه هو يعني يلعب في التليفون كذي التليفون صح زين فاطمة كل فنان له اسلوبه الخاص ولا لمسته الخاصه شنو اللي يميزك انا واجد احب الرسم بالشاركل يعني واجد احب الرسم بالفحم اي انا ارسم بكل شيء ولكن واجد اميل الى الفحم واللي ما اعرف اذا كان ميزه ولا بس انا احب يكون في كل شيء تفاصيل انا احب التفاصيل اللي كلش 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 صغيره يعني احب اوضحها رغم ان اقدر ان كل واحد يقدر يتجاهلها ويقدر يشوف بدونها يعني بدون ما تشوف التفاصيل ولكن اللي تحلي الاشياء يعني بالنسبه لي جماليه الاشياء في ابسط تفاصيلها فابراز ابسط التفاصيل بالنسبه لي في حياتي بشكل عام مو بس في الرسم ان هي شيء مميز فاطمه الفن رسالة أكيد عندك أنت في بالك رسالة توصلينها من خلال رسماتك اللي تسوينها ومثل ما نشوف اليوم عندنا رسمتين موجودتين هذه اللوحة فكلمي عن رسالتك اللي تحب توصلينها دائما مثل ما أنت قلت في البداية أن اللي هو أبي أوصل للناس أن كل واحد عنده قدرة لازم يطلعها وأيضا تفاصيل اللي أرسمهم في الرسمات مثل ما قلتين أحب أبين للناس أن أبسط الأشياء ممكن تعطيه جمالية أبسط الأشياء واللي هي النقاط والخطوط البسيطة هذه ممكن أن أنت تقول تفاصيل وشنو صارت كذي وأنا في عيوني أن ترى مجرد خطوط بسيطة أيدي كررتها وصارت جميلة في عيونك فأبسط الأشياء ممكن أن هي تعطي جمالية في حياتك يعني لا تيأس من فتبين الناس يركزون على التفاصيل هذه رسالتك ان التفاصيل الجميله اللي تعطي جماليه حق حياتك وهذه ينطبق مو بس على الرسم على كل شيء في الحياه طبعا انك تركز على التفاصيل معينه ايوه ممكن ان هي تكون انت غافل عنها ولكن هي شيء جميل بالضبط لان الرسم اساسا هو شيء اسمه خدعه بصريه يعني هو يخدع يعني هو انت ممكن تشوف الشيء من بعيد ان اي والله بشره وهو في النهايه مجرد خطوط اوحت الى عينك انها تشوفها بهذه الطريقه فانت صح. جمل اشيائك علشان انت شنو تشوفها ايضا داخل نفسك بسط الاشياء يعني الاشياء اللي كلش ما لها معنى بسطها وتشوف الجماليه من بعيد ان هاي الشيء ايضا راح يضيف لك اشياء جميله فهذا اللي انا اشوفه يعني فاطمة طبعا هذه الصوره تكلمنا عنها من ساعه التفاصيل وانا احب استعرضها واشكرك في نفس الوقت شكرا لوجودك معنا طبعا فنانة ما شاء الله احنا نفتخر فيك والله يوفقك يا رب وياك يا ربي الله يخليكم شرفت بمعرفتكم وشوفتكم صباح الخير شكرا لك فاطمة اكيد مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل معاكم برنامج شمس البحر رجعنا لكم مشاهدينا مع مشروع لشابة بحرينية آمنت بقدراتها بأن الشغف والحب الحقيقي للشيء راح يخليها تبدع وتتميز في المجال اللي تحبه هدفها الأول كان إشباع شغفها اللامحدود في العود والطيب مو للربح بل ثقتها بأن النجاح راح يكون من نصيبها بإيمانها أن الله راح يوفقها أكيد ضيفتنا اليوم شغوفة بحب مختلف أنواع العود والطيب منذ الصغر وحبها لم يتوقف يوم واحد رغم انشغالها بدراساتها وعملها فقررت دخول عالم تجارة العود الطبيعي بعد تفكير وبحث عميق خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا في الاستوديو فاطمة أبو فرسان صاحبة مشروع The Oud Yard صباح الخير صباحك ورد صباح الخير فاطمة صباح النور اختي خديجة فاطمة يعني في البداية أنا دائما أسمع أن تجار العود هم من الرجال أو مثلا من اللي شوي أعمارهم كبيرة فشلون بديتي أنت في هذه المجال؟ طبعا بدايتي في العود أولا يعني كانت صدفة مو مخطط لها مثل ما قلتوا الحب العود والشغف حبيت أن أحول هذه الشغف إلى مشروع والحمد لله بعد دراسة وبعد بحث لقيت أن أقدر أن أنا أبتدي مشروع في العود الطبيعي والحمد لله توفقت فاطمة المشروع اللي أنت تسوي له موضوع مشروع مو بسهل بما أن هاي أصلا العود شيء من ثقافتنا وايد منتشر وايد في منافسة يمكن في السوق فشلون قدرتي تتميزين في The Oud Yard شلون جاتك الفكرة شلون قدرتي تحطين كل ذي مع بعض وتطلعين جودة يعني ممتازة تناسب مجتمعنا
طبعا انا وايد احاسب حق جوده العود، يعني ما احب اقدم عود جودته يعني تكون مستوى مو بمستوى اللي يليق بالزباين. في نفس الوقت العود الطبيعي يعني مجال وايد عود، بس الحمد لله يعني الواحد لازم يبحث ولازم يطلع على هالمجال. فحبيت ان انا اتميز واكون امزج العود الطبيعي اللي هو من التراث مع شوي يكون لمسه حديثه. فالحمد لله سويت الباكجينج شوي حديث، شوي دخلت التراث، فيكون في اختلاف حق اختلاف الاذواق، اختلاف الناس تختلف في اذواقها. فاللي يحب الحديث بيكون عنده الباكجينج الحديث، واللي يحب القديم وفر له القديم. صح، خصوصا الحين احنا نشوف ترى الهدايا والتوزيعات وايد صارت تتعلق في العود. في كل عائله في شخص يفهم في العود، صح، يكسر العود ويشوفه ويتفحصه ويشم ريحته. فيعني اكيد واجهتك بعد صعوبات انت في عالم العود وهاللون، شلون تخطيتيها؟ طبعا اول صعوبه واجهتني بدايه المشروع، الواحد شلون او الوحده شلون تقدر توفق بين وقتها في المنزل في العمل وظيفتها وبين مشروعها. فهذه كان اكبر يعني تحدي كان لي. بس الحمد لله شوي شوي قدرت ان انا اتخطى هالشيء، وحاليا كل شيء صار اونلاين، خصوصا مع جائحه الكورونا بعد خلتنا ندش في الاونلاين اكثر. فبدال ما ان انا اسافر واروح دول شرق اسيا واشوف العود بنفسي، خلاص الحين صار كل شيء اونلاين. اقدر ان انا ادش على منصات التواصل واشوف العود واتعاينه واكلم الشركات ويوصلون لي العينات وافحصها واتعاينها، اذا عجبني خلاص اتعامل مع الشركه. حلو. فاطمه اليوم جايبت لنا انت اشياء هني، كلميني عن الانواع اللي انت جايبتها اليوم. اي طبعا اول عود عندي هني اللي هو العود التايلندي، يسمونه عود تراد في اي بي. طبعا الباكجينج عباره عن اكريليك اللي هو البوكس اكريليك. يكون في العود، اخترت العود التراد في هاي البوكس. طبعا العود البوكس ممكن ان نستخدمه والبنات يستخدمونه بعدين حق الاكسسوارز، حق اي شيء ثاني لو خلص العود. هذه التايلندي يعتبر طبيعي او الغير طبيعي؟ لا، العود اللي عندي كله طبيعي، مو بمصنع وما في اي نوع من الالوان ولا الاضافات. شلون نفرق؟ شلون الواحد الشخص يقدر يفرق بين هذه يكون عود طبيعي وهذه غير؟ اي طبعا العود الطبيعي بتلاحظ اخوي حمد ان العود الطبيعي الكسرات مو متساويه في الشكل ولا في الحجم ولا في اللون، هذا شيء واحد. اما الصناعي لا، بيكون احجامه والتقطيع ماله لا متساوي في الحجم في اللون في الشكل. بعد ان العود الطبيعي يكون وزنه شوي خفيف، العود الصناعي لا بتحس فيه ثقل لانه في مواد كيماويه وخصوصا صح. ماده الرسين. بعد في نفس الوقت لما تحطه على الجمر بتلاحظ العود الصناعي دخانه كثيف، ممكن يسوي حرقه في العين، ممكن يسوي اختناق. العود الطبيعي لا، يكون خفيف ممتاز. خلينا نكمل الباكجينج اللي قلتي بعد. طبعا عندي هاي الباكج اللي هو يمثل تراث البحرين. طبعا انا حبيت حلوه اكثر واحد عجبني. اي هذه البوكس تعاونت مع مبادره بحرينيه تدعم الايدي البحرينيه. البوكس ذي مصنوع بايدي بحرينيه. اوكي وايد حلو البوكس. طبعا حبيت اخترت العود اللي هو الفيتنامي، حطيتها داخل ذي البوكس، وممكن ان اي شخص يختار اي عود يحطه داخل البوكس. بس هذه البوكس ممكن بعد نستخدمها استخدامات ثانيه حق توزيعات، حق هديه. فالبوكس جدا جميل. بس حلو انه شغل بحريني، سواء العود وسواء البوكس، يعني شيء حلو صراحه ان احنا نقدم شيء بحريني 100%. طبعا بعد عندك شيء؟ طبعا البوكس اللي هو الباكجينج الاخير، يعني قلنا اول واحد ذاك كان تايلندي والثاني شنو؟ الثاني كان الفيتنامي، العود الفيتنامي الطبيعي. هذه البوكس اللي هو اول بوكس سويته اللي هو عليه اللوجو مال البراند. طبعا داخله بيكون بهاي الطريقه. عندنا هذه العود التراد التايلندي بعد.
هذه العود يستخدم استخدام شخصي واستخدام يومي، ما في أي مشكلة. مثل ما تشوفون الكسرات تختلف عن بعضها، فهذه اللي يميز العود الطبيعي واللي يميزه عن العود الصناعي. إنزين فاطمة، بما أن إحنا مرينا في فترة العيد ورمضان، شلون تشوفين هذه المناسبات تنعش السوق مال العود؟ أكيد طبعاً، أنا بديت مشروعي قبل العيد، عيد الأضحى، واخترت هاي التوقيت عشان الناس في هاي المناسبة تستخدم العود الطبيعي. أكيد صح. خصوصاً في البيت البحريني بتدشين العيد لازم تشمين في البيت العود الطبيعي، فهو الأكثر يعني اللي يروجون له أكثر اللي هو العود الطبيعي في العيد. فالحمد لله كان في انتعاش كبير، كان في قبال كبير على العود الطبيعي قبل العيد. ما شاء الله فاطمة، انت يعني وايد ماخذة بالك من الباكجينج وفكرتي صح قبل لا تدشين في المشروع. اكيد هذه اللمسات اللي حطيتيها جاتك من افكار، من وين جات لك الافكار؟ من وين تستلهمين هذه الافكار اللي تين حق سواء باكجينج او حتى اختيار العود المناسب اللي يمكن يتماشى مع عصرنا الحالي الحين؟ اوكي، طبعا الباكجينج كلها ان انا احب ان اطلع على الجديد، فاشوف شنو الجديد في السوق واوفره. بالاضافه على ذلك انا الحمد لله الاهل يساعدوني وايد، خصوصا ان انا اخذ رايهم اخذ افكارهم. زوجي ما شاء الله يدرس، اللي هو كان دارس تخصص تصميم جرافيكي، فهو اللي ساعدني في التصميم، هو اللي ساعدني في الالوان. معناته يعني مبخره البيت طول اليوم، مبخره البيت والفريج كله. اي لا زين فاطمه، انت الشخص المتخصص في العود في البيت صح؟ زين فاطمه، كلمينا عن هذه القطعه. انا اسرتني اول ما شفتها قلت لهم يبوها صوبي. اي هذه القطعه، هذه عباره عن عود لاوسي، وهو العود الاكثر مبيعا عندي، لان اول شيء تكون ريحته جدا جميله، والانتشار ماله سريع في المكان، يعني ممكن يغطي لك المكان بشكل سريع. وايضا سعره يكون وايد مناسب. حلو. زين فاطمه، بسالك عن السوشيال ميديا. اي شلون خدمتك يعني في مشروعك؟ طبعا السوشيال ميديا احنا ما نستغني عنها في يومنا. يعني الحين خلاص صار السوشيال ميديا هو المنصه الرئيسيه حق التسويق. فبالعكس السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي ساعدتني بشكل كبير ان انا اوصل حق شريحه عوده من الناس، واوصل يعني واسوق حق منتجاتي. فاطمه، يمكن ناس وايد يبتدون مشاريعهم في وقت طبيعي، انت بديتي مشروعك في وقت وايد صعب، وقت الكورونا، ناس وايد اصلا وقفت مشاريعها في هاي الوقت، انت لا بديتي. فايش قد الوقت اللي يمكن قعدنا فيه في البيت ساعدت في انك انت تفكرين في مشروعك؟ طبعا انا ما سمحت لي جائحه كورونا ناقش في البيت، الحمد لله كنا مواصلين عملنا بجهد، وكنا يعني نروح العمل والبيت طبعا بعد اشغال البيت. بس حبيت ان مثل ما قلت لك استقل فتره ما قبل العيد ان انا ابتدي مشروع. فيعني ما اثرت عليك؟ لا يعني أكيد. ما كان لها اي دا يعني اكيد لا، يعني طبعا حبيت اني اخذ هاي التجربه، ان شاء الله ما تكون فيها اي خساره. وبالعكس انا حسيت ان انا نجحت، واثبت حق نفسي ان انا قدرت ان انا احقق اللي ابي. فرحانين لك صراحه، اكيد تستاهلين هذه النجاح، وان شاء الله نتمنى لك اكيد. امين يا ربي لكم. انزين فاطمه، احد مظاهر النجاح ان منتجاتك وصلت لدول الخليج، فشنو اكثر نوعيه كان عليها طلب؟ طبعا الحمد لله الحين مثل ما قلنا بعد منصات التواصل الاجتماعي تسوق لك محليا ودوليا، يعني ممكن توصلين حق الدول. فالحمد لله وصلت إلى دول الخليج اللي هو مجلس التعاون، وفي يعني عندنا من دول يعني معينة شروا من العود، والحمد لله لقى إعجابهم، لأن يعني عجبتهم الجودة والريحة وكل شيء، والأسعار بعد كانت مناسبة لهم. كل التوفيق لك فاطمة. شكراً. آمين. شكراً لك فاطمة، طبعاً نتمنى لك كل التوفيق. أكيد فخورين، ودائما احنا مشاريع البحرينيه نحاول ان احنا يعني نطلعها وندعمها، وفخورين فيها، وان شاء الله اكيد ماركه تكون عالميه وتوصلين للاهداف اللي تبين باذن الله. شاكره لكم على الاستضافه، مشكورين وما قصرتوا. شكرا.
مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مع باقي فقراتنا لحلقة اليوم. نعم، يعاني مشاهدينا الكثير من مشاكل الجيوب الأنفية اللي تظهر بوضوح مع تغير فصول السنة أو التقلبات المناخية، خاصة المصحوبة بأتربة وغبار. وأبرز أعراضها لدى الكثير هي صعوبة التنفس وانسداد الأنف وصداع شديد. نعم، اليوم في شمس البحرين نستضيف الدكتور طلال السندي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، للتعرف على أسباب الإصابة بالجيوب الأنفية وكيفية الوقاية منها. يا هلا ومرحبا فيك في شمس البحرين. مشكورين واحسنتوا، وانا سعيد وجودي وياكم اليوم. ان شاء الله اليوم نقدر نعطي المشاهد الكريم يعني نبذه بسيطه عن موضوع الجيوب الانفيه ووظائفه وليش هي مهمه بالنسبه لنا. نعم اكيد. نعم دكتور، احنا اسعد ويشرفنا ان احنا نستضيفك اليوم. شكرا دكتور. يعني الاعراض اللي تصيد الجيوب الانفيه ساعات تتشابه مع الحساسيه الانفيه. صحيح. فشلون نميز ما بين الحساسيه الانفيه والجيوب الانفيه؟ أولاً ببتدي بتعريف الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية هي عبارة عن فراغات هوائية موجودة في العظم، لها وظيفة الله سبحانه وتعالى خلقها لتهوي الجمجمة. فتخيل لو ما في جيوب الرأس بيصير ثقيل. الجيوب الأنفية متصلة أيضاً بتجويف الأنف، هي اللي تلفي رنين للصوت، فلو سديت خشمي بتشوف الناس صوت تغير تماماً. ثالثاً لها وظيفة مناعية، هي تفرز مادة النيتريك أوكسيد وهي يحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا. ورابع نقطة اللي هي تخفف الضغط على الأذن وعلى البلعوم. فلاحظوا اللي عنده مشاكل جيوب مزمنة على طول يحس الثقل في الأذن وعلى طول عنده صعوبة في البلع والبلعوم. هذه بموجز وظائف الجيوب الأنفية، فغياب إحدى أو مجموعة من هذه الوظائف يسبب مشكلة الجيوب الأنفية. طبعا الحساسية تعرف بردة فعل الجسم للبيئة الخارجية. فمثلا لو في دخون، عطور، بخور، سجاير أو مثلا دخان مال شيشة، ممكن الخشم يتفاعل فيكون عادة في سيلان للأنف، والسيلان والمخاط يكون شفاف. حكة، عطيس مستمر، وألم وتهيج في البلعوم. بينما الجيوب الأنفية أعراضها تختلف اختلاف تام. الواحد يمكن يشعر بألم حول العين وفي منطقة الوجنتين وفي الرأس. صح. إفراز مخاط عادة يكون ملون لون البني أو الأخضر. بلغم مستمر، إفرازات بلغم، التهابات في البلعوم، وأيضا صداع وثقل في الرأس، وسخونة، ارتفاع درجة الحرارة. فراح نشوف الفرق بين هالشيئين. طبعا الفرق يبدو يعني ممكن يكون غير واضح بالنسبه حق الناس، لكن بالنسبه لنا كاخصائيين جدا واضح. نعم. دكتور، احنا عرفنا عن الفرق بين الجيوب الانفيه وبين الحساسيه، خلينا نتكلم شو الفرق بين شخص من الصغار، يعني شنو اللي يفرق بين الصغار والكبار في هذه الجانب بالذات؟ طبعا في الصغر، طبعا الصغار لهم خصوصيتهم، بمعنى الامراض اللي تصيبهم تكون مختلفه نوعا ما عن الامراض اللي تصيب الكبار. فمثلا في فئة الأطفال الحساسية الأنفية تكون جدا يعني موجودة وبكثرة. الشغلة الثانية اللي هي شحمية الطفولة اللي أسميها الأدنويد، اللي تعرف عادة بلحمية، هذه تكون موجودة خصوصا في فئة الصغار. وأكثر الصغار عادة يواجهون، أو جزء كبير من الأطفال يواجهون مشاكل الشخير والاختناق الليلي بسببها وجود الشحمية. في الكبار لا، مشاكل الجيوب تختلف، عادة تكون من الحساسية أو من انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم في اللحميات أو التهابات الجيوب المزمنة أو البوليبات الشحميات أو يعني أسباب نوادر أخرى مثل بعض الأورام الحميدة والخبيثة، وهذه جدا نادرة. يعني الأكثر هو بسبب انحراف الحاجز الأنفي والحساسية واللحمية. نعم دكتور، هل هذه الأشياء أعراض ممكن أنها تصير على المدى البعيد أو القريب؟ طبعا الحساسية التهابات الجيوب ممكن تكون حادة أو ممكن تكون مزمنة. نعم. الحادة معناتها أنها هي عادة يعني باختلاف طبعا التعاريف والمعايير، لكن أكثر شيء تعتبر فترة خلال 3 أسابيع ولها أعراض معينة. أما المزمنة هي اللي تستمر فترات طويلة أكثر من 6 أسابيع من حيث التعريف. دكتور، دائما اللي عنده مشاكل في الجيوب الأنفية تلاقيه شوي في عصبية أو حتى يعني تقلبات في المزاج. المزاج. فشنو العلاقة بين هاي الاثنين، بين الجيوب الأنفية وبين أن الواحد يكون شوي يعني أعصابه دائما ما يقدر يتحكم فيها؟ أي نعم. طبعا مشاكل الجيوب الأنفية طبعا تكثر عند الأشخاص اللي عندهم انسداد في تدفق الهواء في الأنف.
وهذه يعني ممكن يأثر على نسبة الأكسجين في بعض الحالات، وممكن يؤدي إلى الشخص يكون متوتر نوعا ما. نقص الأكسجين المزمن أو مثلا نزول في نسبة الأكسجين المزمن مرتبط أيضا بارتفاع نسبة الكورتيزون الطبيعي وهرمون الكورتيزون الطبيعي، فهذا ممكن يؤدي إلى التوتر، هذه جانب واحد. لكن الأرجح والأغلب أن طبعا بسبب الإزعاج المزمن، فربما الشخص المصاب بالتهابات الجيوب المزمنة يكون عنده انحراف في الحاجز الأنفي فما يقدر يتنفس بسهولة، فعلى طول عنده مثلا ألم وضغط في منطقة الوجنتين وما بين العين وفي الرأس، فتشوف أنه على طول متوتر وعلى طول يعاني من مثل ما قلت حدة أو تقلبات في المزاج، فهذا شيء نشوفه وبكثرة أحيانا يعني. وساعات المرضى يشتكون منه يقول لك يعني وايد ناس يقولون لي يعني اما مثلا نوم يكون متقطع ومثلا مزعوج بشكل مزمن، فاحتمال يكون من هالشيء. يعني يمكن تدفق الاكسجين بياثر على الجسم ككل يعني. يعني احنا ما نقول تدفق يعني ما نحطها بهالطريقه، لان حقيقه تدفق الاكسجين عند الكبار لو نسد الانف ممكن يعوض عن طريق النفس من الفم، لكن اقدر اقول هو الازعاج المزمن، عدم القدره على النفس بسهوله، الصداع والثقل في الراس، البلغم المستمر، الضغط على الاذن المستمر، الازعاج اللي بسبب تدفق البلغم على البلعوم المزمن، كل هذه هي تسبب يعني تقدر تقول ازعاج مزمن للمريض وتعب يعني. صحيح. نعم دكتور، يعني في اشخاص يعانون من الام في المعده، فهل في ارتباط ما بين الام المعده والجيوب الانفيه؟ طبعا الارجح انه بسبب استخدام الادويه المزمن. نعم. يعني اكثر الناس اللي عندها التهاب جيوب مزمنه ممكن تاخذ مسكنات الم، فهذا هو الارتباط العلمي. في ناس طبعا يقول لك انه بسبب البلغم، انه عندي بلغم كثيف وهي البلغم ابلعه، لكن هذا ما اعتقد يهيج المعده بقدر الادويه اللي ممكن يستخدمها المريض على المدى الطويل. فاستخدام الادويه خصوصا مسكنات الالم اللي تحتوي على مثلا مواد معينه اللي هي مثل البروفين الفولترين، هذه الانواع من مسكنات الالم ممكن انها تسبب تهيج المعدة عند استخدامها على المدى الطويل وبدون ملاحظة طبية يعني. إذا كانت باستشارة طبية ممكن استخدامها لفترات قصيرة بدون أي مشاكل إن شاء الله. دكتور، ناس وايد عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية لكن متعايش معها يعني. صحيح. ما يزور دكتور حتى يعني، أكيد في أحد منا يعرف أشخاص عندهم جيوب أنفية هذه طبعاً، وما يزور الطبيب، يحس أنه عادي بيواصل حياته، لكن تلاقيه هو يعني متضايق يعني. صحيح. تحسه مضايق هاي الشيء، فوقت تكون معاه على طول تحس انه دائما يعني مزعوج وصح وعنده حكه وبلغم وكذا وصداع. فمتى يزور الدكتور؟ متى يحس ان المفروض انا خلاص؟ السؤال جدا مهم. زياره الطبيب هو تقريبا عند تقدير الشخص لما يحس بازعاج الى درجه انه ما يقدر يستمر بحياته بشكل طبيعي، هذا افضل وقت لزياره الطبيب. طبعا في اعراض مهمه، مثلا لو في بلغم يحتوي على لون هذا مهم تزور طبيب. لو عندك انسداد في الانف ما تقدر تنام او تتنفس، او انه مثلا على طول تتنفس من الفم، هذا لازم تزور الطبيب. لو في الم ما بين العين او صداع في الراس والصداع يكون متكرر وثقيل، لازم تزور طبيب لانه ممكن يكون جيوب او غير الجيوب. ممكن لو في مثلا دم في المخاط، والدم عباره مثل ما يقول لك ريد فلاج يعني اشاره حمراء ان هذا شيء مهم، لازم تزور الطبيب لو في دم في المخاط. وطبعا اللي هو النقطة الأخيرة، لو مثلا في بعض الأعراض اللي نعتبرها أعراض خطرة، مثلا لو في مثلا زغللة في النظر، لو في مثلا تغيير في حاسة الشم خصوصا إذا كانت بشكل يعني سريع أو حاد، هذا الأفضل تزور طبيب. ففي مجموعة من الأعراض اللي نعتبرها أعراض مهمة تزور طبيب. لكن أكثر الناس بالنسبة للجيوب لما يوصل نسبة الإزعاج إلى أنه يتداخل ويا حياته اليومية، مثلا ما يقدر يداوم سهولة، ما يقدر يصحى من النوم، ما يرتاح في النوم، على طول عنده فرازات على طول، فهذه هي الأشياء، هذه الأعراض اللي أكثر شيء تدفع الناس لزيارة الطبيب. نعم. زين دكتور، أنت ساعة ذكرت لي أن آلام المعدة ممكن تكون من تناول الأدوية. صحيح. فعند مراجعة الدكتور هل في بروتوكول معين ممكن أنه يتبع الدكتور مع المريض علشان يتجنبون هذه الآلام أو الأعراض الثانية؟ طبعا صح، لما نستشير المريض الطبيب احنا ناخذ السيرة المرضية من المريض بشكل تام، فاحنا نعرف عن وضعه الصحي وحالته الصحية والمشاكل المزمنة اللي يعاني منها. نعم. فلو مثلا وجدنا ان هذا المريض مثلا يعاني من امراض مزمنة وياخذ مجموعة ادوية، بنكون حذرين في اختيار الادوية اللي لا تهيج المعدة. ثانيا ننظر الى مثل ما يقول لك البروفايل مال المريض، انه هو
يعني شو المرض اللي فيه، شنو التشخيص، وعلى ضوء التشخيص يعطى العلاج المناسب. واذا لاحظنا ان مثلا عنده مشكله تهيج معده مزمنه، نتجنب الادويه اللي ممكن تهيج المعده اكثر. وطبعا في حالات نلجا الى العلاج الجراحي، فالعلاج الجراحي طبعا ممكن يكون افضل من ادويه على المدى الطويل بدون اي فائده. يمكن هاي ناس وايد تستبعد في الجيوب الانفيه في موضوع الجراحي، ما يتخيل ان الشيء بيكون صعب او صحيح. أو لان ليش الكلمه الجراحي الناس تخيلها شق هالطول انزين وعمليه وترقيد وكذا. او عمليه الجيوب الانفيه صارت عمليه مناظير تجرى كحاله يوميه بدون اي من فتحه الانف، كلها بكاميرات، وتحل حل تكون حل جدا ممتاز وافضل على المدى الطويل من الادويه والصداع والازعاج. عمليه الجيوب او مثلا عمليات الانف بشكل عام يعني بعضها عمليات انقاذ حياه، لكن اكثريتها عمليات جوده حياه. تضيف حق جوده حياتك، تخليك تتنفس بسهوله، تخليك تنام بسهوله، تخليك تتنفس بمزاجك افضل، قدره على الرياضه افضل، تفاعلك يعني واستجابتك للحياه وتقبلك للاوضاع يكون افضل. صحيح. متى يكون دكتور يستوجب التدخل الجراحي في اي مرض من امراض الجيوب الانفيه؟ طبعا على حسب التشخيص، مثلا لو كان انحراف في الحاجز الانفي، وخصوصا اذا كان انحراف عظمي، فما في فائده تعطي المريض بخاخات وحبوب، فان هذا انحراف عظمي ولا يستجيب لهذه الاشياء. فيكون التدخل الجراحي هو الخط الاول للعلاج. لكن لو كان مثلا حساسيه انفيه، او كان مثلا عنده مثلا حساسية جيوب بسيطة، ممكن تبتدي بالبخاخات، مضادات الهستامين، الحبوب، بخاخات الستيرويد، وتعطي بعض الأدوية وتشوف مدى استجابة المريض. ممكن تستخدم الغسول، البخاخ الغسول، الماء المالح، وهذه طبعا عليه دراسات كبيرة تدل أنه هو يحافظ على نظافة الأنف على المدى الطويل. ففي طبعا على حسب التشخيص، فاللي بوصل له ان التشخيص هو اللي تقدير العلاج عند التشخيص. صح. انزين دكتور، غير الالتهاب وغير الحساسيه، هل في اشياء ثانيه تصيد الجيوب بالانفيه؟ طبعا هناك طبعا مجموعه من الامراض اللي ممكن تصيد الجيوب الانفيه. هناك طبعا اللي هو الشحميات الانفيه اللي هي البوليبات الانفيه. وعندك طبعا بعض الاورام الحميده اللي ممكن تصير في الجيوب الانفيه. هناك بعض الاورام يعني بعيد الشر عن الجميع، الاورام الخبيثه، وهذه نادره بس ممكن تكون تواجد اكثر عند مثلا فئات المدخنين. في طبعا اللي هو ومؤخرا شفنا اللي هو الفطريات، اللي هو مثلا مثل ما ذكرت في الاخبار، الفطريات، الفطر الاسود وغيره. طبعا هذه اشياء موجوده من سنين وليست جديده، لكن هي طلعت اظهرت على السطح مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا في بعض مناطق العالم ومو في البحرين. الحمد لله. فلله الحمد على هذا الشيء. فهاي ممكن تصيب الجيوب الانفيه. ففي مجموعه تشخيص طبعا الاكثر وهو طبعا الحساسيه الانفيه، وعندك الالتهابات الحاده والمزمنه للجيوب. والالتهابات المزمنه تكون من مجموعه اشياء، يا من انحراف الحاجز الانفي او تضخم اللحميات او انسداد الجيوب الجزئي وغيره من الاسباب. في قائمه طويله جدا وما نقدر نغطيها يعني كلها. دكتور وايد يعني اخبار تتداول ان بعض امراض الجيوب الانفيه ممكن يكونون اللي عندهم هذه المرض يكونون عندهم عرضه اكثر لفيروس كورونا، فهل هذه صحيح ولا مجرد اخبار؟ طبعا هو يعتمد يعني مرض الجيوب يزيد نسبه وجود الجيوب، التهابات الجيوب المزمنه او البوليبات الانفيه يزيد نسبه الريسك، يزيد نسبه المخاطره. يعتبر مرض مزمن من الامراض المزمنه، مثل الامراض، قائمه الامراض المزمنه الاخرى مثل السكر والضغط وخلافه. يعني يزيد نسبه المخاطره من هالناحيه. فلكن ما مو معناته ان اللي فيه جيوب بسيطه من الحساسيه معرض اكثر من غيره، لا، يعني هو يعتبر نسبه مخاطره، وهذه لازم الواحد يحطها في عين الاعتبار. نعم دكتور، سؤالي مقسم الى قسمين. اول قسم ان نبي منك ارشادات حق مرضى الجيوب الانفيه علشان يقللون من حده المرض. ما في مشكله. اولا الاهتمام بالصحه العامه. نعم. النوم النوم بشكل يعني منتظم، الرياضه المنتظمه، الابتعاد عن المواد المهيجه مثل الدخان، الشيشه، العطور، الدخون بشكل كثيف. ساعات قبل تشوف الواحد يشم ريحته من على بعد من نهايه الممر، فهذه استخدام كثيف للعطور، وهذا ممكن يزيد الحساسيه الانفيه او الدخون. ثانيا مثل ما قلنا الاهتمام بالصحه العامه، النوم، شرب السوائل،
اللي هو الحياة الصحية بشكل عام. ثالثا اللي هو استخدام غسول الأنف اللي هو بخاخ الماء المالح، هذا معروف انه شيء بسيط اللي هو يسمونه معروف عامية بخاخ ماء بحر. هذه اذا استخدم راح يوفر، يعني الدلائل العلمية تدل انه هو فائدته مثل فوائد بعض الأدوية مثل البخاخات الكورتيزون. فإذا استخدم بشكل منتظم راح يحافظ على صحة الأنف وأنسجة الأنف، ونتمنى للجميع الصحة والعافية ان شاء الله. دكتور، وايد مرت علي موضوع ان الناس عندهم حساسية من الحرارة او من الشمس، فأنا من الأشخاص اللي صراحة يعاني من ولدي كذي، يعني صحيح طبعا يعني من الشمس، من يصيده الشمس او يطلع في الحرارة دائما تلاقيه بعدين يحك في خشمه ويعني يصير عنده حساسية. فشنو شنو يمكن الاشياء اللي ممكن؟ طبعا يعني سؤالك مهم وسؤال اسئله يعني مرات عديده في اليوم، اللي هو طبعا الاجواء يعني موجوده عندنا يعني في الخليج يعني تعتبر حاره وفيها في نسبه اتربه عاليه في الهواء، فهذه مهيجه بالنسبه للانف. نعم. الحساسية الأنفية اللي تحصل عند التعرض لأشعة الشمس هي نوع من ردة فعل الأنسجة اللي في الأنف، يسمونها فيزوموتر رياكشن، اللي هو يصير نفس نوع اللي هو سيلان في الأنف وحكة وبلغم، وممكن يكون يعني انسداد في الأنف. طبعا يعني ممكن يعني صعب تجنبها، يعني المشكله بعد ما يطول يعني يمكن فتره بسيطه ويروح، وممكن نسيطر عليها باستخدام بعض الادويه اذا كانت تسبب ازعاج للمريض. طبعا يعني في ناس وجدت ان خصوصا مع استخدام الكمام حاليا ان الكمامه يعني تقلل من رده فعل الانف في البيئه الخارجيه، وهذا شيء جدا ممتاز. بس بشكل عام يعني لو هذه المشكلة مستمرة فالأفضل علاجها يعني. نعم، أنا لاحظت الشيء دكتور، يعني إذا أحس أنه مثلا في غبار ألبس الكمامة، خلاص تعودنا عليها الحين. أي يعني هي صارت جزء من الواقعنا الجديد. نعم. يعني هو لبس الكمامات يعني سواء كانت بسبب يعني وأعتقد أن هذا السلوك بيستمر حتى بعد مثلا انحصار ومثل ما يقول لك وانخفاض الحالات، اعتقد هذا بيكون جزء من سلوكنا الجديد اللي هو للحفاظ على الصحه العامه. نعم. صحيح، يمكن حتى لاحظناها بعد ما استخدمنا الكمام، حتى الامراض البسيطه اللي كانت تصير لنا السنويه خفت وايد. فعلا في ريبورتات كثيره يعني في ريبورتات كثيره من اجزاء عديده من العالم ان في ناس يعني ان الانفلونزا الموسميه خفت بشكل كبير وحدتها خفت بسبب انتشار استخدام الكمام. ومثل ما قلت لك، هاي اعتقد راح يكون جزء من سلوكنا الجديد. واحنا يعني كنا نشوف يعني سابقا في السنوات السابقه ان بعض المسافرين من اجزاء العالم خصوصا من شرق اسيا لما يسافرون في المطارات العالميه نشوف انهم يلبسون الكمامات، وكنا يعني ننظر اليهم باستغراب بينما هم اللي كانوا صح. صح. انزين دكتور، احنا مثل ما نقول الوقايه خير من العلاج، وانت مساعه ذكرت لنا اشياء ممكن نسويها تخفف الاعراض، فشلون احنا بعد نقي نفسنا من مثلا حساسيه الجيوب الانف او التهاب الجيوب الانفيه؟ طبعا يعني اولا مثل ما قلنا بالحفاظ على الصحه العامه. في اشياء بسيطه انت تقدر تسويها، وفي اشياء تحتاج طبيب عشان يساعدك فيها. نعم. الاشياء اللي تقدر تسويها هو مثلا الاهتمام بالصحه العامه، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن السجائر الالكترونيه والشيشه وغيرها من الدخان والعطور البخور والدخون وكل هالاشياء. الاشياء اللي اذا ابتلت عندك اعراض فاستشير طبيب، يعني سواء كان طبيب العائله او طبيب مختص، لانه بيقدر يفيدك ويدلك الى استخدام بعض الاشياء البسيطه اللي ممكن يكون تاثيرها كبير بالنسبه على الانف، مثلا بخاخات مضادات الحساسيه. هذا شيء جدا بسيط ممكن تستخدمه بشكل بسيط، مضادات الحساسيه الانتي هيستامين، هذا بيقلل رده فعل الانف عندك للبيئه الخارجيه. نعم. وساعات هالامراض تكون مصحوبه بحساسيه صدر او بحساسيه جلديه، فهذه الاشياء كلها ممكن انك تستفيد منها العلاج، وهذا يحتاج ارشاد طبي طبعا. نعم. ما شاء الله دكتور، مر الوقت، معلومات كثيره يعني صراحه يعني شرفتنا اليوم دكتور. نشكرك استشاري بالانف والاذن والحنجره. شكرا لك. شكرا على الاستضافه، استني وجودي وياكم. أما الآن وصلنا معاكم لرسالتنا اليومية، تقول ساهم في حماية نفسك وحماية من حولك من خلال التطعيم المضاد لفيروس كورونا. نعم حمد، وأكيد التطعيم أثبت فعاليته بشكل إحنا قاعدين نشوفه بشكل يومي. نعم. مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالإضافة للبث المباشر وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BH TV and Radio وموقع live.bh. أكيد وصلنا للختام،
ونشوفكم حلقة بكرة إن شاء الله. إن شاء الله، مع السلامة.